رسالة القديس بولس الثانية إلى أهل تسالونيكي. يا إخوتي، نوصيكم باسم الرب يسوع المسيح أن تتجنبوا كل أخ يسلك سلوكا مقلقا مخالفا للتقليد الذي تلقيتموه منا، فأنتم أنفسكم تعلمون كيف ينبغي أن تقتدوا بنا، لأننا لم نكن بينكم مقلقين ولا أكلنا الخبز مجانا من أحد، بل كنا نعمل بتعب وكد ليل نهار لئلا نثقل على أحد منكم، لا لأنه ليس لنا سلطان، بل لكي نعطيكم أنفسنا مثالا لتقتدوا بنا. فإننا لما كنا عندكم كنا نوصيكم بهذا، إذا كان أحد لا يريد أن يعمل فعليه أيضا أن لا يأكل. وقد سمعنا أن بعضا منكم يسلكون سلوكا مقلقا ولا يعملون شيئا، لكنهم يعملون ما لا يعنيهم، فنوصي أمثال هؤلاء وننشدهم في الرب يسوع المسيح أن يعملوا بهدوء ويأكلوا خبزهم. أما أنتم أيها الإخوة فلا تملوا عمل الخير، وإن كان أحد لا يطيع كلمتنا في هذه الرسالة فلاحظوه ولا تخالطوه لعله يخجل. تحسبوه كعدو، بل انصحوه كأخ، ورب السلام نفسه هو يعطيكم السلام في كل حين وفي كل حال. الرب معكم أجمعين. هذا السلام أنا بولس كتبته بخط يدي، وهو علامة في كل رسالة، هكذا أكتب. نعمة ربنا يسوع المسيح معكم أجمعين.